السلام عليكم، بخير. معكم هشام صالونات مغربيه، مرحبا بكم الف مرحبا. انا كاين هنا في الدين تبل القصيري، جيت الغرب، جيت قنيطره الفوق. هاد السيده هادي تكلف ليها بالعود، بالماطله، بالخياطه، بالثوب، بالردوات، بالطبله، بكل شيء، الزربيه اللي ديالها. مرحبا بكم الف مرحبا. انا غنعطيكم واحد الشرح ان شاء الله باذن الله على هاد الصالون هذا كيفاش جا. درنا فيه ثلاثه ديال الفرماجات باش حيت ما فيهش العرض وفيه الطول وصغير، حاولنا باش نحطوا ليه الشوفه ديالو والحطه ديالو. تابعوا معايا ان شاء الله باذن الله في الشرح ديالو. هانتوما كما تشوفوا هنايا درت لها الطميطه كلها موتيف هكا. الخديه حاولنا ناخذوا فاس ورده فاس ايني، خدمت ليها لي كاري هكا في، دخلنا فيها الاورانج بدي لافي. هنا يمكن لك تخدمها كل هذه لافي الا بغيتيها كلها تجيك الصالون كله سامبل. هنا حاولت ناخذ ليها هاد الكاري، هاد الكالدوات هكا فاليز كما تشوفوا معايا. هنا الفرماجه درناها دي لافي بالخديه ديالها دي لافي، وبدلت ليها الشوفه ديالها في لي كالدو، حاولت ندخل فيه دي لافي وداخل فيه لورانج. يمكن لك الا بغيتي ديرها كلها اورانج يمكن لك ديرها اورانج. درتها جوج دوبل فاس. هنا كما تتشوفوا حاولت ناخذ لها السداري كله موتيف ها هو، والخديه حاولت ناخذ لها فاس ورده وفاس ايني، ودخلت لها هذا الكوردون اللي هو جبري بالحرير وبهالتل والصم سيركوموند باش تعطينا اللون في اللون. هذا الارضيه ديالو كما تتشوفوا هذا التوب هذا ديلافي، وفيه هذا الدوري هذا النقري هذا الصم اللي فيه. اسمحوا لي هنا كما تشوفوا هاد السداري حاولنا ناخذوا فيه ثلاثه ديال المخاد، وهاد السداري خديت فيه مخده وحده بلي كاري بلي كالدو ديالو. هنا كما تشوفوا الريدو حاولت لتحتاني نديرو كله مطروس ها هو. مرحبا بكم والف مرحبا. وهنا خديت لكم لي بانو ديكوراتيف، لي بانو ديكوراتيف في هاد الشبكه اللي في الدوري، وهاد لي بومبو مع الصابون ومع هذا كاليتي ما تخافوش منهم. هنا كما تشوفوا خديت ثلاثه الفرماجات. هنا كما تشوفوا كاين عندها جوج شراجم، خديت ليها نفس العبار اللي عندنا في هاد الشرجم هو اللي خديته لها في هاد الشرجم، وخليت لي سباس ما بين هنا وبين هنا باش يجينا الشوفه وما يجيناش تخو شارجي. هنا كما تشوفوا هاد السداري هذا من هنا من العرض ديالو حاولت ناخذ فيه ثلاثه الفرماجات، وخدمت عليه باش تبقى ليا مترو ديالي الجلسه ديالي بالخديه ديالو بالكاريات بلي كالدو بكل شيء باش ما يجيناش قصير ويجي الشوفه ديالها حلوه. هنا كما تشوفوا معايا الدخله هذه هي كيفاش جات. هنا الطبله درنا فيها مترو 20، وخدينا لها هاد الدجاجه هذه فيمي، وهنا الرجلين ديالها اربعه ديال الرجلين ما درناش ثلاثه، واحد جوج ثلاثه اربعه. وهنا بالنسبه هاد لي صوندري درنا فيهم ثلاثه ديال الرجلين، والدوره ديالهم 45، وبالدجاجه هنا حاولت ناخذ ليها ثلاثه ديال لي صوندري وما خديتش اربعه باش ما يجينيش مشارجي. مرحبا بكم الف مرحبا، عندي هشام. هنا في الدخله ديال الصالون كما تشوفوا معايا حاولت ناخذ لي سباس ما بين هنا وهنا باش تبقى لي الدخله ديالي طويله. تابعوا معايا في هذا الصالون هذا عند هشام صالونات مغربيه العظيم هشام في الانستغرام، جاء هائل. هذا الباج بالدوري كما تشوفوا معايا، ودخلنا في هذا البتي كوسان فلورونج باش يحمي شويه. علاش؟ حيت هي دايره تدلكت في هذا الغوز هذا مع هذا الباج مع لورونج مع الدوري مع الباج البلونكاسي اللي في الريدو، عطى واحد الشوفه وما تجيش ممله. مرحبا بكم والف مرحبا. هنا كما تشوفوا راه درنا ثلاثه ديال الفرماجات، لونفاس مع كريدو والثاني علي من الريدو، ودخلنا لها الريدو درناه فاس ما عندهاش فو بلافو عندها النقش دايره في الجنب. وهنا كما تشوفوا دخلنا لها هذا لي سيجور هذا هو كما جا. هنا جا حاولت ناخذ لها هذا اللي هو ماطلاسي في الفاس ديالو وجا هائل. مرحبا بكم والف مرحبا. هنا كما تشوفوا خديت لي ستور ديالها ما درتش فيه لي بانوا ديكوراتيف، والخدا دي درتهم لها فاليز هما هاد الخياطه اللي هنا ما درتش ليها الخياطه من الفوق باش ما يشدش ليها لي سباس. هنا كما تشوفوا لي كوتي درناه كله ماطلاسي، والفاس درناه كله ماطلاسي بومبي بحال. وهنا السداري فاس سامبل باش يجينا الماطلاسي مع البومبي، ودخلنا ليه هاد البتي كوسان هادو في هاد الدوري دي لافي باش يحمي شويه مع هاد الغوز. كما قلت لكم خصك شي لوان اللي يكونوا فقيين باش يعطيونا اللون ديال الدار ما يجيناش تخو شارجي. مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه. المهم ديروا معايا دويره في هذا السيجور هذا، وديروا معايا دويره في هذا الصالون هذا. الله يسخر على مالي والله يجيب التيسير للجميع يا ربي. تابونا عندنا في صالونات مغربيه عند هشام، دخلوا اليوتيوب تلقاو لي موديل جداد، وغنحط لكم لي موديل جداد لا في الانستغرام لا في اليوتيوب. ومرحبا بكم وتابعوا معنا عند صالونات مغربيه عند هشام. وتنتمنوا حنا تنديبلاصاو اي بلاصه تنتكلفوا بالعود بالماطله بالخياطه بالثوب كل شيء. ومرحبا بكم والف مرحبا. السلام عليكم، الله يهنيكم والله يجيب لكم التيسير جميعا يا رب.